فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. فريق يمتلك قوة شخصية، متعود ان يتجاوز الاختبارات الصعبة، انه ريال مدريد. الان ستنطلق المباراة، لقاء رقم 17 باب المئة بين الفريقين. ريال مدريد اللي عنده سباقية، فاز 75 مرة بالباو في 18 والتعادل في 23 مناسبة، لم ينتصر بال والعودة بنقاط مهمة. فالفيردي بغال، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب. حكم المباراة يحتسب كرة ترجع بخطأ، انذار في وجه راؤول غارسيا. راؤول غارسيا، هذه الكرة تلعب مناطق ريال، ولكن في اليسار كرة لفينيسيوس، يمر البرازيليانو فينيسيوس، يخترق فينيسيوس، الحكم يحتسب ماذا يشير الحكم؟ ضربة مرمى. كان في يتقدم ويلياس بالكرة، الوان تو مع ماركوس ويلياس، خطيرة الكرة برا إلى ضربة مرمى لبيلباو. ترجع كرة لوراء، كرة عن توني كروس، توني كروس للعبة مع الفريقين لعل من أبرزها اللعب والاختراق. بنسيما يرجع كرة لوراء، لوكاس ريال في مناطق بيلباو، ترجع كرة توني كروس السجابة داخل منطقة الجزاء. فريق رابي عشرة، محاولة مودريتش، لوكا يرفع كورة، الهدف والهدف يضيع على الريال. كورة تصدى لسيمون الفرنسي، يرفع كورة إدراسية، فرصة والهدف يضيع، هدف يضيع على الريال. كورة ضيعها فالفيردي، هدف فيدريكو البخال. باسكيس عرضية، ولكن استماتة كبيرة أمام بيلباو. حتى هذه اللحظة يبحث عن كورة، هي هذه الكورة، هذه الكورة يبحث عنها ريال، يصوبها الألماني تصويبة ألمانية في غاية الروعة والدقة والجمال. توني كروس، أيضا تواجد لوتر ماتيوس الألماني. كرة على مستوى القائم الأول، طق يحاول يحسم المباراة بهدف الثاني. كرة ماركوس، كرة خطيرة، واحد واحد، لا واحد واحد، واحد واحد، واحد واحد، واحد واحد، يعدل بيلباو. كابا يجيبها بالشبكة، مرة أولى كورتوا، مرة ثانية بالشبكة، الأسد العنيد، الأسد هذه محاولة للريال، فرصة للتسجيل. كرة في الجهة اليمنى، ترفع كرة داخل المنطقة، بنزيما، ولكن فازكيز، كارفاخال، كارفاخال عرضية لمندي، مندي يرفع كرة، مندي ما عملش مع المباراة بجدية. كرة من فينيسيوس، عرضية خطأ، كارفاخال يرفع كرة ثاني، الهدف الثاني، بنزيما يسجل ثاني هدف ريال. راسية بنزيما في شباك بيلباو، بنزيما بلغة الأرقام يعرف شباك بيلباو. عين لم يلمس دوري أبطال أوروبا، لم يلمس. ميندي ينطلق، يواصل الامتلاك الفرنسي، كرة الثالث ولكن التغطية موجودة لمودريتش، بنزيما والثالث، بنزيما حسمها بالثالث. هذه الكرة، هذه الكرة، هدف يضيع هناك وهدف يسجل هنا، وبنزيما يسجل ثنائية ريال، ريال وتصدي كورتوا.